أنا ما رح أرحمك حتى لو شو ما صار. أنا رح أبذل كل جهدي حتى أخلي حياتك تعيسة، ورح ورجيك مين بيكون بندي. آريا بنتي، أنت ليش عم تدقي على الباب هيك؟ أنا بعدت على الدكان من شوي ولسه ما رجعت. لكان مين بالحمام؟ افتح لي الباب. صار لي أكثر من ربع ساعة عم دق على الباب، أنت ليش ما عم ترد علي؟ وليش ما فتحت الباب؟ شبك ساكت عم أحكي معك. عفواً؟ حاطت سماعات؟ إذا بتستخدم السماعات بالحمام مرة تانية، أنا وقتها رح أرميهم جوات الحمام. أنت شو قصتك؟ وين ثيابك؟ هذا مو بيت للشباب، لازم تنتبه على تصرفاتك. أنا بعرف. ما كان في ببيت الشباب مراقب مثلك. وإلا أنا بس هذا بيتي أنا، ممنوع تتفتل هيك بالبيت بدون قميص. ماشي، هذا الشيء ما بصير، بس ما فهمت وين المشكلة بالموضوع. أوهو، معناها أنت الشاب المستأجر الجديد. أوه مايا. أوه حلو، تعرفي أنه اسمك رائع؟ شو؟ عن جد أنت مهضوم كتير وغريب. أنا كمان كنت عم خطط لأجر غرفة لشاب مثله. ليك اسمع، إذا هي ضلت تزعجك فيك تنتقل على بيتي. مايا اسمعني، إذا أنا أجرتك هاي الغرفة هذا الشيء ما بيعني إنك الوحيد اللي بتقدر تستخدم الحمام، نحنا كمان بدنا نستخدمه. يلا. أوه بدي أقلك إنه خلصت المي جوا الحمام، ما ضل في مي. ما ضل في مي؟ بس أنا عبيت الخزان الصبح. لك تارك الحنفية مفتوحة كل الوقت؟ أنت ما بتعرف إنه في نقص بالمي بحارتنا؟ ما بتيجي المي إلا ساعتين، وقتها أنا بعبي الخزان. نحن ما بنعرف كيف ندبر حالنا فيهم كل اليوم، وأنت صرفتهم هيك بكل بساطة؟ بس أنا كيف بدي أعرف؟ شوف القواعد. شوف، لتكون أمي وما بتقرأ، ما قريت الكتاب اللي عطيتك يا؟ ما في فايدة من الحكي معك. مايا يلا روحي، أنا رح أتأخر شوي لأنه لازم دبر مي للبيت. أمي ما سمعت مني، المستأجر لازم يكون شخص واعي أكتر منه، بس هي ما عم تسمع كلامي. أنا كيف بدي دبر مي للبيت هلأ؟